ما الذي يعنيه أن تمتلك عائلة؟ يعني أنك لن تكون وحيداً في وجه المشاكل، يعني أن لديك أشخاصاً يحمون ظهرك دون أي مقابل، ويعني أنك ستظل محبوباً ما داموا أحياء. لطالما كان من الصعب أن تكون صديقاً لعائلتك، لكن حين تكسب صداقتهم تكون قد كسبت الحياة، لأنك تعلم أن لا أحد منهم قد يفعل شيئاً لمجرد إيذائك. حتى أخطاؤهم بحقك تنبع عن الحب لا عن الكراهية. يحاولون حمايتك بكل الطرق الممكنة، حتى لو كانت هذه الطرق قد نجدها في بعض الأوقات مشددة ومقيدة. فحين تكبر وتنضج مع خبرة السنين، ستلاحظ أن كل ما فعلوه كان بدافع الاهتمام والحب. كثيرون منا من لم يستطع إلى الآن أن يتقبل عائلته، أن يحبها ويكون بجانبها دائماً في الحلوة قبل المرة. لكن لو وضعتم أنفسكم مكان العديد من الأشخاص الذين فقدوا عائلاتهم أو من لم يعرفها قط، لكنتم تمسكتم بكل لحظة تمر بجانبهم، لاستغللتم كل فرصة ممكنة للحديث أو الضحك أو اللهو بدل الشجار والعناد. تقول الحكمة أنك لا تعرف قيمة ما تملك إلا حين فقدانه، والحقيقة أنك تعرف قيمة ما تملك، ولكنك تعتقد أنك لن تفقده أبداً، وفي حال فقدانه يبدأ الندم وعض أصابع الحسرة. فلما الانتظار؟ العائلة هي كل شيء، شجرتك التي تبقيك حياً، فحافظ عليها واهتم بها.